فيلم جميل واغنيه جميله. فيلم نوره، فيلم كان بيغرد خارج السرب، قصه مختلفه، مود مختلف. توقعت ان ياخد كل الجوائز دي ويتم الاحتفاء بيه؟ لا انا ما اتوقعش اي جوائز ابدا، عمري 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 عمري. انا بتفاجئ والله، الافلام بتفاجئني والله بجد، بستغرب قوي والله حقيقي، انا بستغرب جدا جدا. بتستغربي ليه؟ بستغرب لانه بصي هقول لك، كنت بقول في المعهد لما ابتديت احب بقى السينما وان انا هبقى مخرجه وكده، قلت يا خبر ابيض يا جماعه، هو انا في يوم من الايام هبقى عندي فيلم عايزه اعمله، فيجي حد يقول لي انا هعمل لك الفيلم ده وكمان يديني فلوس عليه؟ يا مش معقوله يعني، ده بالنسبه لي يعني مفارقه غريبه جدا يعني. كفايه قوي ان هو يخليني اعمل الفيلم اللي انا عايز اعمله وهتديني اجر، ده ايه الجمال ده؟ ايه الدنيا الغريبه دي؟ بتحبي السينما؟ جدا 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 يا خبر ابيض، اكتر حاجه اكتر حاجه يعني اكتر حاجه. فما كنتيش متوقعه ان نوره ياخد الجوائز والصيد ده؟ ابدا 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 يعني. بصي انا كنت وانا بتفرج على الفيلم ده بالذات وانا في المونتاج كنت بعيط، وكنت بستغرب من نفسي يعني لما بقول ايه، هلا انت عبيطه ولا انت بتعيطي على مشاهد انت اللي عاملاها يعني. بس لان هو كان مسسني جدا جدا في تجربه طبعا. ومنى شلبي كان هايله، عملت اداء. وعايز اقول لك على حاجه، منى يعني لازم اشهد لها انه في نجمات كتير اعتذروا عن الفيلم ده قبل منى لانه خافوا. وبعدين الماسكه دي عشان برضه نشوف ده هيبقى ليه. بطلي جوه، بطلي جوه، خلاص يا ابني بقى، قالت لك خرج. وكمان لما بيخرجوا بيقفلوا كل اوضه البيت بمفتاح. بطلي جوه، بطلي جوه. خلاص بقى يا ابني. هو هيسيبني من رجلي ولا لا؟ عباس هيبقى فين؟ عباس هيجي من هنا هيسيبني من شعره. انت عايزاني ابقى كده يعني؟ ايوه بالظبط، ثلاثة مش لسه برضه مش فاكره. ذنبي ايه؟ ذنبي ولا ذنبي ايه؟ احنا مش ناقصين بلاوي، وانا مش هلبس البطوله دي لوحدي. حاسس انه انا مش هلحق اشوفها كمان. تاني رول. كتبتي وساهمتي، والحقيقة زي ما قلت يمكن مشاريع كتيرة ما ظهرتش للنور، إنما في ناس تبعتها وأخدت جوائز للسيناريو من قبل ما تطلع للنور. إنما كمان أقدمتي على تجربة الأغاني، وعندك تجربة حلوة جدا مع منير وعلى الحجار، بس تجربة منير مختلفة شوية. عملت أغنية وحوي يا وحوي مع استاذ محمد منير. طبعا يعني انا مش محتاجه اقول ان انا قد ايه بحبه يعني، انا ما كنتش بستهدف ابدا الكليبات، لكن حظي انه الكليبين اللي جولي الاثنين من انا عشاقهم يعني، سواء كان الاستاذ علي الحجار او الاستاذ محمد منير، انا من عشاقهم هما الاثنين. فالتو كليبس اللي جولي هما كانوا ليهم هما الاثنين، فاستمتعت بيهم جدا 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 يعني، ولحد دلوقتي لما بشوفهم بيجوا في التلفزيون ببقى مبسوطه. وكانت تجارب حلوة. يمكن أنت في أغنية علي الحجار جبتي ولاده معاه؟ بالظبط. أنا لقيت أنه عنده ما شاء الله أولاد كتير وفي مراحل سنية ويشبهوله، فكتبت سيناريو للأغنية في مراحل سنية هم كلهم يلعبوا المراحل السنية دي معاه. فكان من أول بقى إيه، كان عنده ابنه، كان عنده 4 سنين صغير خالص، اللي هو معاه في المية ده اللي رميناه في المية حبيبي معاه ده، وكان خايف قوي. هو ده أصغر أبنائه. ده كان اقتراحك إنه إن أنا أخلي الشخصية تلعب مراحل سنية من خلال أولاده، واللي فات ده ابنه برضو أحمد.
احمد اللي بقى بعد كده, كده أيوة اللي بيغني دلوقتي. أيوة أيوة هو ده احمد. ايوه بالظبط ده احمد. اه ده احمد. انا ما كنتش عارفه يعني ما ده أحمد. ما هو نسخه من علي الحجار. بالظبط بالظبط. فكل اللي في الكليب ده السلاله. ايوه بالظبط كده. من اول ما هو صغير بيعلمه في العوم لحد لما كبر فبقى كده. وفي اخوهم كمان الثالث ومحمد منير وحوي كمان اغنيه حلوه. طبعا طبعا.